قدمت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة 2015-2018 إلى مجلس النواب في تطور دستوري نابع من الحراك الديمقراطي في المملكة. وقد أعلنت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أنها انتهت من تنفيذ 135 مشروعا وطنيا في تأكيد منها على السير الحثيث نحو تحقيق طموحات المواطن في الارتقاء والنمو والازدهار. إن مملكة البحرين قد خطت خطوات مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية، وذلك بدعم وتوجيه من جلالة الملك حفظه الله، مع الأخذ في الاعتبار التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص. فإن البرنامج قد وضع أولويات التعامل معها، وعلى الأخص في الجانب الأمني والجانب الاقتصادي، بما لا يؤثر على المكتسبات التي تحققت للمواطنين. عندما تبلت الحكومة صياغة برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة، راعت مبدأ التوازن بين مواردها وإمكاناتها المتاحة من جهة، ووضعت كل التحديات المحلية والإقليمية أمام نصب عيونها من جهة أخرى. فبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب كسابقة هي الأولى في تاريخ المملكة، جاء من منطلق التعديلات الدستورية التي هي إحدى مخرجات حوار التوافق الوطني، والتي أعطت مجلس النواب حق التعديل على برنامج عمل الحكومة أو حتى الرفض. هذا البرنامج يعني لأول مرة يتم تطبيقه في منطقة الخليج العربي، ويتم كذلك تطبيقه عبر يعني حوار توافق وطني واستحقاق دستوري في عمر المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة، وكذلك أول مرة أيضا تعطى السلطة التشريعية هذه الصلاحية بإقرار برنامج لعمل الحكومة يتم التوافق عليه، وهو بمثابة إعطاء الثقة في الحكومة الموقرة. في 3 فبراير عام 2015 انطلقت مرحلة جديدة بدأت بإقرار برنامج عمل الحكومة من المجلس النيابي، والذي جاء مرتكزا على 6 محاور حملت جميعها هدفا واحدا ورؤية مستقبلية لعمل الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة. تضمنت أولويات ومشاريع تتناسق ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. هذه المحاور شملت المحور السيادي والاقتصادي والتنمية البشرية والخدمة الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة ومحور الأداء الحكومي. بطبيعة الحال الوزير المعني أعلن منذ فترة قصيرة عن تنفيذ الحكومة الموقرة إلى 135 توصية ومبادرة من مبادرات البرنامج، وكذلك وجود 217 كما نقول في البايبلاين أو في إطار التنفيذ. شيء طيب كذلك أن نجلس اليوم ونقيم هذه التجربة. برنامج عمل الحكومة يمثل لنا في مجلس النواب خطة عمل واضحة تلتزم بموجبها حكومة مملكة البحرين على تنفيذ مبادراتها الست ضمن المحاور الستة من خلال جملة من المشاريع. عكست هذه المشاريع بشكل واضح في الميزانية العامة للدولة. بكل تأكيد يعني برنامج عمل الحكومة عندما تمت يعني مناقشته بين الجانب الحكومي وبين المجلس النيابي، كان طبعا كان في هذا البرنامج وبشكل واضح مجموعة كبيرة من المبادرات وضعت لكي نتجاوز هذا التحدي الاقتصادي، واعتقد بأنها يعني بعد ذلك كما رأينا جميعا ترجمت في مشاريع قوانين وفي قرارات من الحكومة الموقرة لكي يعني تستطيع البحرين أن تعبر هذه الأزمة. من ضمنها طبعا أن يكون هناك مداخيل أخرى لرفع الميزانية العامة للدولة، من ضمنها حزمة من المشاريع بقوانين التي ومن التشريعات التي تضمن أن تكون البحرين يعني دولة مستقطبة للاستثمارات الخارجية وغير ذلك. المؤشرات الإيجابية التي خرجت اليوم على السطح بتنفيذ 135 مشروعاً وطنياً عكست جهود الحكومة لتحقيق شعار هذا البرنامج نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.